حش استغرب جيته هيك فجأة، يمكن كان بده يحكي معه باللي عمله معك توفيق. ايه الله يرحم، الله يرحمه. ما قال لي انه بده يجي عالشام، كان عم بيدور على طريقة ليخلصني فيها من ذكرياتي البشعة. يوميتها مات، طلع الفجر على المطار. أنا صار لازم أمشي، بدي أتصل بعمو صالح يجي ياخذني قبل ما يتأخر موعد مامته لعبد الوهاب. بدك تنامي برات بيت الحجي عبد الوهاب يا ليلى. ماما مشان الله لا تضغطي علي، أنتي بتعرفي شو عم بيصير فيني هون؟ أنا كل زاوية بهذا البيت عم تذكرني بالشي من اللي صار معي، عم بحسه كأنه عم بيصير هلا. خليكي هون الله يرضى عليك. عم تبكي يا أم توفيق؟ عم تبكي يا حجي؟ لا عم ببكي على اللي صار فيي، هي ولادي راحوا مني. ليكني أنا هون. توفيق الله يسلم لك يا انت. ليش هيك عم تتعامل معي؟ يعني انا ما عم بقدر اقدم لك ابسط حقوقك كزوج، وانت بالمقابل عم تكون كثير منيح معي، عم تتعامل معي بمحبه وبحنيه. اللي بدي اياه عم بيصير، اطلع فوت ادرس. انت ليش هيك عم تعمل؟ لاني بحبك، بحبك من زمان، من وقت ما كنت تروحي على المدرسه، وطلبتك من الله عز وجل بفضله نلتك. انا يعني انا هلا ماني مصدق انك قاعده قدامي، بس انا مقصره معك يا محمود، انا مقصره معك كزوجي. انا مقتنع، مقتنع ورضيان وسعيد، ومالي مستعجل. والشي اللي بيناتنا حيصير، وإذا ما صار صدقيني إني رح ضل أحبك ودير بالي عليك. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. صدق الله العظيم. الحمد لله، الله هلأ رح يستر عليك بهالزواج، لكن الله لا يرضى أن تحملي إثمك لمنزل الزوجية حتى لا يكون وزرا على ذريتك للأبد. لازم تطيعي أخوك توفيق، لابد من التوبة يا ليلى حتى الله يغفر لك وتقدري تكملي حياتك مع حلالك بإذن الله. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. صدق الله العظيم. بسم الله عليك يا أمي، بسم الله عليك. Thank you.
قرب ينصف المطاعم. هيك قرار؟ احنا ما كنا مفكرين رح يوصل لهون، كنا معتقدين انه ممكن نتطوع للجهاد بمكان تاني. انا عم راجع التجربة بعد ما خطها بكل تفاصيلها، اما انه يفجر البلد هي جريمة نكراء، ومشاركتنا فيها جريمة، وسكوتنا عليها كمان جريمة. وبالنسبة لسميح، سميح مع توفيق للآخر. انتو ما بتعرفوا وين المكان اللي بده يفجره؟ لا والله، لا بصراحة ما بنعرف. تليفونه دائما خارج التغطية. لا أرى توفيق هذه الأيام. توفيق مسافر بشغل يا حجي. رأيت رؤيا أرقتني ليلة أمس. خير يا حجي؟ رأيت توفيق في عمق مياه راكدة. خير إن شاء الله يا حجي، خير إن شاء الله. الحمد لله، صدري ثقيل يا ليلى، أحس بضيق في النفس على غير العادة. خلي عبد الوهاب جنبي. قتلت الشام كلها، ما صادفت لا توفيق ولا سميح. هذا الزلمة بده يعملنا مصيبة. هددنا بالقتل إذا ما قطعناه. ما بيستجي أقرب عليكم وأنتم عندي. الحبل ضاق على رقبته. وأنتم خليكم بعاد عنه هالكم يوم. الرجال بده ينتحر وبده ينحركم معه. هذا واحد أحمق ومجنون. الله المستعان.
أخك؟ صار أمر رهيب. شو اللي صار؟ توفيق فجر مطعم أمه راحت بالتفجير. شو أخذ أمه على المطعم؟ كانت مرة بالحارة بالصدفة. والعياذ بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. عليه من لعنة الله ما يستحق. ألو. مرحبا. مين معي؟ سامر، أنا عليا. مالي مصدق، توقعت ما سجلتي الرقم. شو بكي؟ ليش عم تبكي؟ سامر أنا كثير تعبانة. تعبانة وحاسة الدنيا مسكرة بوشي. ما عم حس بحالي، شو عم بعمل؟ فيني شوفك؟ هدي حالك، قولي لي وين انتي وانا بجي لعندك فورا. لا انا بجي لعندك. تقتلون الناس الابرياء وتدعون انكم تحاربون الفجور؟ كفى تشويها لدين الله، كفى قتلا لعباد الله، وهو الذي يقول: من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا. العمى بعيونكم، حتى امول رحمه لها؟ وهو المامور في كتابه: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. تعرف الآية كملها: وصاحبهما في الدنيا معروفا. معروفا؟ وأنتم مش شاطرين غير بالحكي وبس. الآية بتحكي عن أم مشركة، بس أم توفيق أم مسلمة متدينة وصالحة. مرحبا عليا، أنا سامر. أنت؟ سامر يا عليا، أنا سامر اللي بحبك، اللي كنت دائما واقف معي. عليا أنا لا شك في وطنيتي، لأن حب هذا الوطن يمشي في عروقي، وأنا مستعد أن أبذل كل ما بوسعي من أجل هذا البلد.
الوطني ما بتجزى، والكرامة كمان ما بتجزى. أنا بعرف إنه بالآونة الأخيرة حاولوا منافسيني وأعدائي تشويه سمعتي، ودس أقرب الناس لإلي كمان لتلبيسي ورطة. الورطة كانت راح تؤدي لنهايتي كسياسي وكاقتصادي مهم بهالبلد وكإنسان بحب هالبلد العظيم. أميرا تقود المجاهدين لنصرة دين الله، هل في الدنيا عمل أعظم من هذا عند الله؟ هذه إمارة باطلة وأنت غير مؤهل لهذه الإمارة. زين كلامك يا شيخ، وأنت ليس من حقك أن ترمي شباب المسلمين إلى التهلكة. شيخ عمار، أنت تركت ساحات الجهاد وتقاعدت، فاتركها لمن كان بها خبير. وأنت طبعاً ليس فيك موضع شبر إلا وفيه إصابة من ساحة الجهاد. وين جهادك؟ عند الأرامل؟ ولا عند نسيب؟ مدينة ساحرة يا أخ زيد، قصدي سيادة العميد أمجد. ساحرة وأصيلة، قديش مر عليها؟ بساعتها قوية ومتماسكة، شامخة ومتماسكة وراسها مرفوع دائما، محفوظة من عند الله سبحانه وتعالى. ولأنها محفوظة من عند الله سبحانه وتعالى وشاملها برعايته، فالواجب علينا إنه نحميها برموش عيوننا. حب الوطن من الإيمان، صحيح يا شيخ عمار؟ صحيح صحيح شيخ عمار. الحقيقة في سؤالين حابب أسألك ياهم. تفضل. السؤال الأول محيرني وما عم لاقي له جواب، شو اللي دفعك إنك تتعاون معي لإفشال مخطط توفيق؟ السؤال الثاني. حابب اسمع الجواب الأول. سيادة العميد، انت بتعرف بأنه العمة بتقول رب العالمين نحن ما شفنا بالعين بس عرفنا بالعقل،
كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. باختصار سيادة العميد، كل عمل بيقتل الأبرياء ويدمر منشآت لأولاد هذا البلد هو عمل مشبوه وعمل إجرامي ومعادي للدين، وفي واجب شرعي لازم نحن نتصدى له. هذا العمل عم بيخرب البلد، وعلى كل إنسان مؤمن واجب محاربته. هذا واجب شرعي، الله سبحانه وتعالى والرسول عليه الصلاة والسلام يأمرون بذلك، والسكوت عن أي عمل تخريبي هو مشاركة فيه ضماناً لأمن البلد. من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً. شيخ عمار، السؤال الثاني سؤال محير وبيدفعني للشك الدائم. أين العمليات الجهادية ضد الصهيونية؟ يعني لماذا هي غائبة غياباً تاماً؟ وأنا هذا السؤال محيرني مثلك. بفارق المواقع بيني وبينك وبحكم عملي ومعلوماتي، هذا مثار للشك والشبهة الدائمة. أنا بقول أكثر من هيك، هذا اتهام خطير. أول موطن للجهاد هو فلسطين، قضية فلسطين وشعبها وأرضها. أي شيء بيتصل بفلسطين هو أول واجب لأن للجهاد. ولقد أضناني هذا السؤال، ما سر هذا الصمت حتى تحول إلى شك ثم إلى اتهام؟ قلت لك في مكان ما، أنا واثق أن هناك اختراقاً واختراقاً خطيراً في موقع خطير. شيخ عمار، الموضوع لا يحتاج كثير من التفكير. ماذا تريد الصهيونية؟ تمزيق الأمة. كيف؟ بإثارة الحروب المذهبية وتصعيد العصبيات الضيقة وإيقاظها، ولعن الله من إيقاظها، وتغليب الاختلافات الثانوية العادية والتي هي من طبائع البشر ومن مسلمات الأمور على الصراع الوجودي التاريخي. باختصار، دفع الناس لخوض معركة هي ليست معركتهم. دفعهم لخوض معركة عدوهم بدمائهم. صدقت. وهذا يرتب على أمثالك من الذين دفعوا جيلا من الشباب في هذا الطريق إلى مراجعة شاملة. أتعرف لماذا؟ نعم، لأننا مسؤولون أمام الله وأمام الشعب وضميرنا، ولسوف نسأل في الموقف العظيم. بأي حق أبحتم دماء الأبرياء من المسلمين والمعاهدين؟ دماء شعبكم. ونحن علينا مسؤولية فتح باب التراجع لمن خدع وضلل. يدي بيدك والله يشهد. انظر، شوف، ما أجملها، ما أحلاها، ما أبهاها. وسيحاسبنا الله حسابا عسيرا إن لم نصنها. نحن نلتقي ثانية بإذن الله، وليس ذلك على الله بكثير، ولكن أين الوعد يا ليلى؟ الوعد هو وعد الحق، هو وعد الإيمان، وعد الذرية الصالحة. وردك معي يا حجي، معي ما بفارقني، وأنا رح ضل مخبيته، رح ضل مخبيته لإكبر عبد الوهاب.
حالك؟ طالعة؟ أي عندي انترفيو مقدمة على شغل من أسبوع. إن شاء الله تزبط. ما بعرف ليش ما عم تزبط معك. الزواج وتركتي له أي قبل العرس بيوم. والشغل كل ما بتتوظفي بمكان ما بتضلي فيه أكثر من كم شهر. أنا وأبوكي كنا دايماً قلقانين عليكي إنه يجي يوم وتضلي فيه لحالك. تظنون أنني ابتعدت عن طريق الجهاد؟ حاشا لله أن أبتعد، ولكن الجهاد بحاجة إلى تدريب وتهيئة عقائدي وبدني. الجهاد يجب أن يكون ضد الصهاينة، ضد المحتل الغاصب الكافر المعتدي. مو والله منقتل أبناء البلد وأهلنا بالبلد، وهذه جريمة. يقتل شرعا من يقتل أهل البلد وأبناء البلد، لا يجوز. جهادنا الحقيقي في فلسطين، في غزة وفي جنوب لبنان، ولنأخذ مواقعنا في الجبهات معهم، وليس في ساحات وشوارع هذا البلد الآمن الصابر. وإلا لكانت هذه خدمة للكافر والذي هو العدو المغتصب. ليلى في كل يوم وهي تنظر لعبد الوهاب وهو يكبر أمامها تتذكر الحاج عبد الوهاب، وتتذكر محمود، وتتذكر ليلى. الآن تعيش مع عبد الوهاب في باريس، للحظات تشعر أنها وحيدة، ولكن وحدتها هذه هي كمحاولة للحياة ومحاولة للسعادة، وربما محاولة بمحض الاختيار والإرادة للحرية. اليوم تشعر عليا أن ما حدث رغم مرارته جعلها امرأة أقوى وأكثر تصالحاً مع نفسها وقبولاً لذاتها كامرأة، ربما لأنها فقدت كل شيء ولا تملك سوى الأمل. لا تعلم ماذا يخبئ لها المستقبل، ولكن الذي تعلمه أن حياتها لم تنتهي بعد ولا بد أن تستمر. ما زالت نادين تبحث عن عمل يناسب كفاءاتها وطموحاتها، وما زالت تبحث عن رجل يشبه الأستاذ أمين، ورغم فشلها في أن تجد الحب حتى الآن ما زالت تعيش على أمل أنها ستجده يوما، أين وكيف لا تعلم.